نظم مركز شباب الجزيرة ندوة للتوعية بأهمية تعداد السكان برعاية وزارة الشباب والرياضة، حضرها اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. المشكلة السكانية من أهم التحديات اللي بنواجهها في مصر. ندوة نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واستضافها نادي شباب الجزيرة للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية في مشروع إحصائي لحصر عدد وخصائص السكان من أجل تكوين قاعدة بيانات شاملة حول السكان والمباني والمنشآت. نحن كجهاز مهما عملنا في تنظيم أعمال التعداد ودربنا العاملين وجبنا من الوسائل، في النهاية احنا بنروح لمستجيب او اللي هيدينا البيانات، اذا كانش عنده وعي بأهمية هذا الكلام لصالحه فإذا النتيجة في النهاية مش هتبقى نتيجة مرضية. الندوة شارك بها عدد من أعضاء النادي، إلا أن السمة الغالبة بين الحضور كانت من الشباب. عندنا ندوات متعددة، عندنا لقاءات متعددة، عندنا أنشطة مختلفة، كل هدفها ديت إن احنا النهاردة بجانب النشاط الرياضي هو النشاط الاجتماعي، النشاط التثقيفي، نشاط الحوار المجتمعي اللي المفترض يتغير، وبالتالي بقى في اهتمام الشباب النهاردة عايز يتعرف، عايز يتعرف على بلده والبلد الجديدة، فلابد إن احنا ننمي عنده الفكرة ديت، ننمي عنده النهاردة المعلومة ديت، ننمي عنده الموهبة ديت، وبالفعل الناس النهارده الشباب عندها استجابه رهيبه، زي ما سيادتك شفت نوق النهارده عندنا ولا يعني لا يقل عن 350 شاب موجودين في الندوه. ويسعى الجهاز المركزي لضم اكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركه في المشروع من خلال العمل الميداني. انا اشارك بس بقول في بعض الناس هتخاف ان واحد يخبط عليها وياخد مثلا البيانات او حاجه زي كده، هيحسبوا ان هم داخلين على اساس ايه، ان احنا هيغلوا السكن علينا. انا ليا ابني في سنه ثالثه تجاره انجليش، وان شاء الله هقدم له في ان يشتغل في التعداد السكاني، ولعل وعسى يكون الوقت مناسب ليه يعني، ويساعد ظروفه ويساعد محاضراته، وهي دي حاجه كويسه. دلوقتي الشباب مش لاقي شغل، فدي حاجه هتساعده. يذكر ان جهاز الاحصاء اتاح امكانيه التسجيل الالكتروني شريطه ان يبدي المواطن رغبته في ذلك عند زياره ممثل الجهاز للمنزل. البراء عبد الله، اون لايف.